مرحبا، يعطيكم العافية. راجعتني مريضة بعمر 15 سنة على العيادة وهي محولة من قبل زميل أستاذ دكتور محمد يونس حجير، أخصائي تقويم لإبداء الرأي حول الأسنان 21 و11 و12 قبل ما تبدأ المريضة بخطة تقويم شامل. طبعا لازم نتأكد من وضع الأسنان المعالجة لبيا ونتأكد من حالة السن رقم 21 اللي حنشرحها بتفصيل أكثر هلأ بعد شوي. طبعا مثل ما كنتم شايفين وبعد أخذ القصة السريرية لاحظنا أنه المريضة تعرضت لما كان بعمر 7 سنوات إلى رض، وهذا الرض أدى إلى انخلاع السن رقم 21 بشكل كامل خارج سنخه، وتم حفظه بحليب لمدة 3 ساعات. دكتور والدها ساعد بهذا الموضوع ورجع السن مكانه بالحفرة الفموية أو بالسنخ تبعه، واضطروا أنهم يعملوا معالجات لبية للأسنان 11 و12. لما نطلع على المعالجات لبية بنلاقي أنه نحن عندنا آفة زروية على السن رقم 12، وكأنه بداية آفة زروية على السن رقم 11، وهذا بيخلي إشارات استفهام حول ضرورة إعادة المعالجة لهذه الأسنان. لكن لما نحن نطلع على السن رقم 21 هنشوف بعض النقاط اللي بيه بحاجة لاستيضاع. شكل السن غريب على صورة أشواعية، وكأنه هو عبارة عن سنية لها جذرين، وما بين هذا الجذرين يوجد نسوج عظمية، ويوجد منطقة زروية. مع العلم أنه هو بجذرين يظهر يوجد منطقة زروية، وفي أيضا فاصل هلالي لهذه المنطقة الزروية عن جسم السنية. طبعا الغموض هذا هو لزام علينا يخلينا نطلب صورة سي بي سي تي ثلاثية الأبعاد. وبصورة السي بي سي تي وبالأكسيال بلان مثل ما لكم شايفين تبين أنه ما عندنا جذرين، هي عبارة عن جذر وحيد لكن مفتوح وواسع زروة، وضمن هذه الزروة الواسعة لا يوجد نسوج لبية أو نسوج ضامة، إنما عبارة عن نسوج متكلسة ضمن لمعة القناة، وبعدين في تفرق اتصال، وإذا لدينا أيضا منطقة ذروية أو ذروة منفصلة عن السن الموجود سابقا بمكان السن اللي هو سبق وانخلع. طبعا بالأكسيال أو بالسجيتال بلان الأمور واضحة بشكل أكبر، كيف هون نحن عندنا نسوج عظمية جوات لمعة القناة الواسعة، وعندنا ذروة مكتملة النمو مغلقة الذروة. اطلعنا وقسنا تقريبا قديش طول الجذر، لقينا الجذر الموجود ضمن العظم السنخي قصير حوالي بين 3 إلى 5 ميلي، ومثل ما لكم شايفين ذروة منفصلة مكتملة فيها لمعة وكأنه فيها نسج لبية منفصلة تماما على السنية. طبعا هذا المنظر واضح مع وجود نسج متكلسة بهذه اللمعة بالأكزيال بلان بالسجيتال بلان. أما بالكورونال بلان واضح تماما، لدينا الآفة الذروية اللي ما كانت واضحة على السن رقم 11 وضحت بشكل أكثر، وأيضا الزروة اللي على الآفة الزروية على السن رقم 12 واضحة بشكل أكبر وأكبر، وأيضا يلاحظ عدم وجود نسوج التهابية أو ارتكاسات التهابية حول السن رقم 21 اللي عم نفحص حركته سريريا، اللي ما فيه ألم على القرع، ما فيه ألم على الجس، وإنما حركته لا يوجد له حركة أبدا، مع العلم أنه جذره قصير ضمن السنخ لكن لا يوجد فيه حركة مرضية، والمريضة ما عم تعاني من أي شيء. لذلك لنقيم ونحاول نفسر، وهون هو هدف الكيس سيناريو لليوم، إنه يا ترى كيف ممكن نقرأ هاي الحالة اللي تعرضت لرد، وشو هالأشكال الغريبة اللي طالع معنا. تفسيري لها كانت على الشكل التالي، إنه لما صار انخلاع وانخلع أو انخلع السن من مكانه وانكسر جزء من المنطقة الذروية لذروة السن رقم 21، هي الذروة ضل اللب فيها حيا، غمد هيرتفيك سليم، أدى إلى اكتمال نمو ذروة السن اللي أصبحت منفصلة عن جسم السن اللي أعيد زرعه، وفشل في الحفاظ على اللب سليما حيا ضمن القناة، إنما استبدل بنسج عظمية أو نسج متكلسة هي اللي بتفسر ثباته ضمن السنخ، مع العلم أنه جذره قصير. هذا طبعا التفسير للحالة اللي هو بيخلي ليش طلع عنا هذا الشكل الغريب من السن. والجواب بالنسبة للدكتور التقويم هو منقول ان حركة هذا السن تقويميا هي حركة صعبة بسبب وجود نسج متكلسة، نسج عظمية داخله وخارجه، وبالتالي من الصعب جدا تحريكه تقويميا، وان كان لدينا حاجة لتبزيغه ايضا عندنا مشكلة بوجود هالزروة اللي موجودة هون اللي هي ما بتشكل اي حالة مرضية، الا اللهم مثل ما قلت لكم اذا كان في عندنا تغريز غرز للسن او اتجاهه باتجاه الحنكي البلتل، او المريضه يوما ما حتقلع هذا السن وتضطر تعمل زرعه، لذلك يجب قلعه بوقتها. لكن الحل لا يوجد اي حال او الحاجه لا يوجد اي حاجه للتداخل لبي بهذه الحاله على السن رقم 21، لانه لا يوجد لديه انتان، مع توصيه طبيب التقويم بعدم محاوله عدم تحريكه قدر الامكان لانه ما راح يستجيب. اما بالاسنان 11 و12 فهي بحاجه لاعاده معالجه.